خاطر استغل سيمون سعد صابي لازيندو لازيندو بيتعرض للبلوك كل بلوك يدي ثاني على الشوط علي رزع عم ترتفع طاقته من السعدون وجيمي عم ايضا عم ترتفع طاقته من البلوك وجيسون عم يدلع على ايده شو معناتها هيدي معناتها التايمينج معناتها التايمينج عم يقول جيسون انا بعرف هاي الساعه بدي اطلع لكم انا بعرف هاي الساعه بضرب بايد من حديد لاني انا الايرون مان من جيمي الحصري عم يعطي لازيندو لازيندو عم يتعرض للبلوك من مين من مين البلوك من جيسون نجار الايرون مان سبيل من الشهوان صابي إلى جيسون حلوة هيدا الصابي طيب هو عنده لسه مصير قوي هالمحل سبيل من جيسون صابي للهيتم جيسون مشار عم يسجل جيسون عم يلعب بلوك بلوك رائع